شهدت مدينة المنامة مساء أمس 3 فعاليات بالتزامن مع أعياد مملكة البحرين الوطنية، بدأت مع استقبال المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي لاحتفالية اليوم العالمي للغة العربية، وسحب لجواز عبور السياحة الثقافية 21، والحفل الموسيقي البحريني المغربي، وذلك بحضور معالي الشيخ أمي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والإعلامية والمهتمين بالشأن الثقافي البحريني. وبهذه المناسبة أكدت معالي رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار أهمية إقامة احتفالية يوم اللغة العربية في المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي للمرة الثالثة على التوالي، كونه الساهر على التراث الإنساني في العالم العربي الذي يعيش هذه الأيام أوضاعا حساسة تتعرض بعض معالمه للخطر. كما أعربت معاليها عن شكرها لإدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي وعلى رأسها الدكتور منير بوشناقي مدير المركز، الذي تحمل مسؤولية كبيرة في الترويج للحضارة العربية الغنية بالتراث، وتعمل يدا بيدا مع كافة الجهات المعنية بالتراث في البلدان العربية. وعبرت معاليها عن سعادتها للقاء ثقافتي البحرين والمغرب في احتفالية تقدمها فرقة محمد بن فارس وفرقة ليالي النغم للموسيقى الأندلسية المغربية، وتأتي بمناسبة الأعياد الوطنية لمملكة البحرين. في أعياد الوطن قدمت ثقافة أكثر من نشاط، بدأت بمنامة المنامة على عادتها كل عام منذ عامين، ومنذ احتفاليتنا بمرور 25 عاما على افتتاح المتحف الوطني، في اليوم التالي كانت هناك احتفالية خاصة للفرق الشعبية، تلتها فعاليات زرع الراجي في ذكرى يوم الشهيد. اليوم هنا نحن في المركز الإقليمي العالمي للتراث العالمي العربي الذي يخدم جميع الدول العربية، احتفالا باللغة العربية لغتنا الجميلة. هناك احتفالية خاصة بها تزامنت مع أعياد الوطن، وضمنتها برامج منها جواز عبور السياحة الثقافية الذي نعلن عن أسماء الفائزين بهذه المسابقة الوطنية التي تكرس البحرين وجهة للسياحة الثقافية. في القد لدينا احتفاليات أخرى في المنامة، في قلب المنامة، حيث منطقة آهلة بالألوان وبالجمال يقدمه الشعب الهندي البحرين من نماذج من حضارته، من مذاقه، من ألوانه، من كل ما تميزت به الهند من جمال. اليوم الذي يليه يوم 20 هناك احتفالية خاصة لها مكانة في قلب كل بحريني، مدرسة الهداية الخليفية التي خرجت الكثير من رواد التعليم ورواد النهضة في البحرين الحديثة، لهم لقاء لدعم عروض متحفية بعد ترميم الهداية الخليفية وإعادة رونقها إليها، لابد من توظيفها لعروض متحفية تحكي قصة التعليم النظامي في البحرين.